موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. بداية، من المنتظر أن تعلن السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية هذا الأسبوع بعد الانتهاء من دراسة الطعون المقدمة من طرف المترشحين على مستوى المحاكم الإدارية. وقال الخبير الدستوري رشيد لغاغي في تصريح للإذاعة الوطنية أن الأجل القانوني للإعلان عن النتائج الأولية حددت ب 48 ساعة بعد تلقي كل المحاضر الأولية للفرز. في خبر آخر، أفاد مصدر مطلع لغاجو آم أن محكمة الجناية الابتدائية لمجلس قضاء غريزان أجلت للمرة الثانية قضية الاتجار بالمخدرات المشتبه في تورطها باب الحمر ابن وزير الاتصال السابق وسائق وزارة الاتصال المخصص لعائلة الوزير المنتهية مهامه، إلى جانب 5 متهمين آخرين ينحدرون من وهران والعاصمة إلى الأسبوع القادم بعدما أجلت سابقا بسبب استكمال التحقيق. وتعود أسباب التأجيل لبرمجة قضية الدفع بعدم الدستورية للمادة 24 من قانون المحاماة التي شلت على إثرها جل محاكم الوطن. نطقت محكمة سيدي محمد ببراءة الوزير الأول السابق عبد الملك سلال في قضية فندق بجاية يوغاريثن بالاس المتابع فيها أيضا مدير ديوانه والوالي السابق لولاية بجاية. كما أصدرت المحكمة قرارا برفع الحجز عن جزء من ممتلكات عبد الملك سلال والبراءة لوالي بجاية السابق مع رفع الرقابة القضائية عنه وإدانة مدير ديوان سلال بعقوبة 3 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية نافذة وعامين حبس نافذ وغرامة مالية لرجل الأعمال محمود العلوي. ننتقل متابعينا إلى أخبار الجوار. وفي تونس، قالت 4 أحزاب سياسية في بيان مشترك إن الرئيس قيس سعيد يسعى إلى تعميق الانقسام في المجتمع وتعيين موالين له في مواقع مسؤولة، وهي تعيينات تهدد عمل الدولة. للإشارة، كان قيس سعيد قد أعلن عن تعيين كل من سعيد بن زايد محافظا لمدنين، وعز الدين شلبي محافظا لبن عروس، وفوزي مراد محافظا لصفاقس، ونادر الحمدوني محافظا لقفصة. أما بالمغرب، أوقفت السلطات المغربية المناضلة السياسية والحقوقية فاطمة الزهراء ولد بلعيد وإحالتها على السجن بعد مشاركتها في احتجاجات سلمية على قرار وزارة التعليم العالي الذي يمنع كل المواطنات والمواطنين الذين تجاوزوا سن 30 من اجتياز مباريات التوظيف في التعليم العمومي. وطالبت منظمات حقوقية مغربية بإطلاق سراح المناضلة معتبرة أن سجنها يعد حلقة جديدة من سلسلة الاعتقالات السياسية المتتالية التي تقترفها الأجهزة الأمنية ضد النشطاء والمناضلين والصحفيين والمدونين. نختم متابعينا بأخبار الرياضة والسحرة المستديرة، حيث حقق المنتخب الوطني للسيدات الفوز الثاني على التوالي أمام نظيره التونسي بنتيجة 4 أهداف مقابل 2 في المباراة الودية الثانية التي أقيمت مساء أمس الأحد في ملعب أريانا. هذا ويختتم اليوم الاثنين التربص التحضيري لسيدات الجزائر الذي انطلق منذ يوم الأحد 21 نوفمبر بتونس بعد الدعوة التي تلقاها المنتخب الوطني من طرف الاتحاد التونسي لكرة القدم في إطار التحضير لمباراة الدور الثاني والأخير من تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022 المقرر إجراؤها في المغرب. بهذا نطوي متابعينا هذا الموجز، ندعوكم للاشتراك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا ومتابعتنا على قناة اليوتيوب الخاصة بنا غاجو أم، ومتابعة أخبارنا على موقع غاجو-أم.نت ومغرب إلى اللقاء.